بعد انقطاع دام عشرة أعوام، عادت الحياة إلى المسرح في محافظة دير الزور عبر مسرحية غابة الأصدقاء التي تقدمها فرقة ماري للفنون المسرحية التابعة للمركز الثقافي بدير الزور، والتي تم إعادة تفعيلها. استطعنا إعادة الحركة للمسرح بإعادة تفعيل فرقة ماري المسرحية التابعة للمركز الثقافي العربي بدير الزور بعمل مسرحي للأطفال، ونحن مستمرين بتقديم أعمال مسرحية جديدة إن شاء الله. هي توعوية تعليمية للأطفال، حاولنا من خلال الحركات الموجودة بالنسبة للأغاني، بالنسبة للحركات للممثلين، أن نوجه رسالة للأطفال، نوجه يعني مسرحية خاصة بالأطفال، نوجه من خلالها رسالة أنه روح على الأكبر منك مشان يعلمك وين الطريق الصحيح، شلون بدنا نتماسك مع بعض مشان نحل أي معضلة معينة. فكرة بسيطة جميلة محببة، تخلي لها أغاني وألحان، وضعت لها بعض الأغاني البسيطة من 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 وحي الواقع الموجود في المسرحية بألحان مطروقة بسيطة، تعاون مع مجموعة من الشباب، وأيضا وضع الديكور بسيط جميل، اختيار الدمى أيضا لأشخاص فنانين موجودين بدير الزور. المسرحية حملت في مضامينها رسائل ترفيهية وتعليمية للأطفال، تجسدت في انتصار الخير على الشر عبر تعاون الأصدقاء في الغابة. شفنا توانا الغابة شلون قضوا على الذئب المكار، وبالتعاون قوة وحاولوا يبنون بيت أنوبة. المسرحية كانت بحيل حلوة واستمتعنا بها. يأتي هذا العمل في إطار جهود إعادة الحياة إلى الحركة الثقافية والمسرحية في المحافظة من خلال مساح الطفل الهادف والبناء، وهذا ما ظهر جليا في تفاعل الأطفال مع العمل. للإخبارية السورية، براهيم الظلي.